كيف عرفت اني هلا عم فكر فيك؟ اي طبعا منلتقي، بس ما كان موعدنا المسا، ليش مستعجل كل هالقد؟ فرانسيسكا ضروري نحكي انا وياكي سوا، لانه اللي عندي ما بيتاجل ابدا. طيب مثل ما بدك، بس حاسه انك مو منيح. ما في مشكله الا ما الاقي طريقه. وين بتحب اني اشوفك؟ اذا بدك منروح على نفس المطعم اللي منقعد فيه بالعاده. اي خلص ناطرك هنيك. غرقانه بالنوم كتير منيح. انا لازم روح، عندي مشوار ضروري وما رح اتاخر، برجع دغري. ماشي ماشي ستي، اذا لزمك اي شيء حاكيني فورا، ولا تعملي شيء لحالك. لا لا تاكل هلا، اتفقنا؟ الله معك. انا ما رح طول. موفق. طيب فرانسيسكا، انا مشغول كتير، لازم سكر. كانت مصرة تطلع على الغدا معي وهلا بطلت. ادواردو طيب، بلكي صاير مع شي. ايه هيك الظاهر، بس بصراحة انا ما عم صدق الحكي تبع فرانسيسكا. مبارح اكتشفت انها عم تكذب. وكيف عرفت انها عم تكذب؟ شو قالت لك؟ قالت لي انها رايحة على النادي، ولما رحت ما لقيتها موجودة هنيك. بس ادواردو يمكن هي صار عندها ظرف خلاها تترك النادي وتطلع، قصدي انه بلكي هي اجت وبعدين راحت. لا ما بعرف، في شي مانو مزبوط، نحن بعاد عن بعضنا وما عم تقضي وقت طويل بالبيت معنا. غياب الطويل هاد عم يخليني حس انها عم تخوني وتطلع مع حدا تاني. يمكن انت عم تبالغ كتير ادواردو، انت بتعرف انه كل علاقة بتمر بظروف صعبة مو؟ لا تنزع كل شي بإيدك، هدي لي حالك. وين رايح؟ بدك تطلع؟ ايه يمكن يكون معك حق فينسنت، بس ما فيني خلي الشك براسي.